المهم معانا الماتش اتحدد ميعاده واتعرف هيتلعب فين والساعه كام. بالمره خبر جديد كمان، طاقم تحكيم تونسي بقياده صادق السلمي لاداره مباراه الاهلي وشباب بلوزداد على استاد القاهره يوم 22 ديسمبر الساعه 6 مساء باذن الله على استاد القاهره الدولي. تم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقياده صادق السلمي لاداره هذا اللقاء. ديربي عربي مصري جزائري على استاد القاهرة بصافرة تونسية. إذن تم تأكيد مواعيد الجولات الثلاثة للنادي الأهلي. الجولة الأولى غدا أمام استاد أبيجان بصافرة جابونية، ثم المباراة الثانية أمام أورلاندو بايرت في جوهانسبرج يوم 7 ديسمبر بصافرة موريتانية عبد العزيز بو، واللقاء المؤجل اللي النهاردة بننفرد بمواعيده الجديدة يوم 22 ديسمبر مع شباب بلوزداد على استاد القاهرة بصافرة تونسية للحكم صادق السلمي. واكيد صادق السلمي كل الجماهير المصريه عارفاه، وجماهير الاهلي ادار مباريات قبل كده للنادي الاهلي في البطوله العربيه، ادار مباريات لفرق مصريه في دوري الابطال وفي كاس الكونفدراليه. نتمنى التوفيق يا رب باذن الله للاهلي في الثلاث لقاءات، ولكن بالتاكيد هيكون التركيز الاكثر على اول مبارتين قبل السفر الى قطر، لان بالتاكيد مباريات مهمه جدا محتاج تحصد 6 نقاط في بدايه مستهل مشوار دور المجموعات. حلقة لسه فيها كواليس كتيرة ولسه فيها تفاصيل وأخبار مهمة، ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل.